وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدريك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بالوصل، وصل البسملة. بسملة مع أول سورة بس؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ وما أدريك ما الحطمة؟ وهذا الموضع الأخير. نعم. وهو الرابع عشر. نعم. أول موضع مر علينا في سورة يونس. ولا أدريكم به. ولا أدريكم به. وثلاثة مواضع في الجزء التاسع والعشرون في تبارك. في قوله تعالى: وما أدريك ما الحاقة. وما أدريك ما سقر. وما أدريك ما يوم الفصل. يبقى هذه أربعة وعشرة موزعة في جزء عما يتساءلون. نعم. أقرأ هذا موضع وهو الرابع عشر والأخير. أحسن الله عليك. نعم. وما أدريك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة، في عمد ممددة. موصدة، هذا الموضع الكام يعتبر؟ الموضع الثاني. ثاني موضع، الأول مر علينا في سورة. نعم. عمد، ما الفرق؟ الشعبة ضم العين والميم. وحفص. وحفص فتح العين والميم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. وهذا الموضع الخامس والأخير. مر علينا الموضع الأول في سورة طه إبراهيم. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الثانية في طه في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى. واثنين في صاد له ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. هذه في آخر السورة وقبلها ولي نعجة. ولي نعجة نعم. ولي دين هذه الأخيرة. ولي دين الأخيرة نعم. لكن هذه كلها كما قلنا فصلنا فيها. في سورة طه دخل معه ورش. وهنا دخل معه نافع. بعض القراء والبز ليس انفرد بها وحده حفص. نعم. أما في سورة إبراهيم وموضعي الصاد فانفرد بها. نعم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حمالة الحطب هذه من انفرادات عاصم براويها حفص وشعبة كل القرى حمالة انفراد نعم امرأته حمالة الحطب نعم نعم حمالة بالفتح نعم نعم من انفرادات عاصم براويها حفص وشعبة نعم أحسن الله إليك قلت القرى حمالة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والذي بنعمته تتم الصالحات فقد أجزتك أن تروي عني هذه القراءة وهي قراءة عاصم براويه شعبة وحفص
وأجزتك فيها إجازة صحيحة بشروطها المعتبرة عند أهل الأداء، وأوصيك بالمراجعة والتثبت في ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله ينفع بك عم الشيخ، الله يجزاك خير، جزاك الله خير، جزاك حسناتك ان شاء الله.